سيدات الاهلي للطايره بيعملوا انجاز جديد. انجاز بيضاف الاوكسا اللي هي اتحاد الاتحادات الافريقيه بيقول بيدي النادي الاهلي جايزه افضل فريق جماعي لسيدات في عام 2019. خد الجايزه دي فريق السيدات الطايره، فعلا هم ما شاء الله عليهم 3 بطولات افريقيه ورا بعض، 10 بطولات في تاريخ بطولات الافريقيه في النادي الاهلي. الاتحاد الاتحادات الرياضيه الافريقيه الاوكسا ادت لها، حصل التكريم ده امبارح، وكان التكريم بناء على 3 بطولات متواليه ورا بعض، متتاليه 3 سنين ورا بعض، وكمان 10 بطولات افريقيه. خلينا نخرج تقرير من قلب الحدث امبارح في احد فنادق القاهره الكبرى، وهنشوف قالوا ايه عن النادي الاهلي وعن تكريم النادي الاهلي في اتحاد الاتحادات الافريقيه الاوكسا. أنا شايف إن ده شيء رائع، أولاً تكريم الفائزين واللي بيرفعوا علم مصر في كل مكان، واللي بيحرزوا بطولات يعني قارية أو إقليمية أو عالمية أو أولمبية، ده شرف كبير لينا والحقيقة لازم يكرم. فأنا بحيي الأوكسا على هذا التوجه، بشكر اللواء أحمد ناصر على تخصيص هذه الجائزة تحديدا لابنائنا من ابطال مصر، واحنا كلنا بنشوف حتى الرئيس السيسي لسه امبارح مكرم الرياضيين الكوره اللي كسبت، وكمان الابطال المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني الحقيقه ده شيء مهم جدا عشان الناس حتى يبقى الحافز عندها كبير جدا، ان يبقى عندها امل، كل لاعب عنده امل ان يقف ويسلم على الرئيس وياخد منه نشان او ياخد منه شهاده او حتى يسلم عليه فقط، ده في حد ذاته بيدي دافعيه كبيره. احنا محتاجين ننقل مصر للعالم كله، اللي بينقل مصر للعالم كله السفراء والرياضيين والممثلين واصحاب الايدي الناعمه والقوى الناعمه كما يقال. فانا بشجع هذا الاتجاه، لان دول اللي بيقولوا للعالم كله تعالوا اتفرجوا على مصر، عندنا ابطال، عندنا حضارة، عندنا ناس بتشجع الرياضة، ويكفي اللي بيعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياضة، ويكفي اللي بيعمله وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الحقيقة، وحتى عندنا في الجامعات المصرية عندنا وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار رياضي جدا بطبعه. فأنا بقول دايما إن احنا في فترة يعني بنتمتع بقيادة رياضية 100%. فأنا بشكر اللواء أحمد ناصر، بشكر الدكتور عماد البناني على هذه الجائزة، وبقول للي كسبوها متشكرين. بداية سنة حميدة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يكرم المجتهدين كلهم في مجاله بسرعة. يعني تاخد بطولة تتكرم، تعمل بحث علمي كبير تتكرم في مؤتمرات الشباب، يجوا ولادنا منتخب اليد يدخل على طول على المؤتمر يتكرم تاني يوم، ده جميل. لازم نشجع الناس، ندي أمل، ندي طاقة. مش بيسعدونا؟ نسعدهم ونرد 1% عشان نشعل جذوة الحماس تاني جواهم، يجيبوا لنا بطولات تانية ويرفعوا راية مصر تانية. والرئيس عايز ايه؟ عايز ان الراية المصرية تبقى مرفوعة في كل المحافل اللي بتشارك فيها. حتى لما أمم إفريقيا 2019 لما زار اللعيبة قبل البطولة قال لهم ايه؟ أنا عايز تقدموا نموذج مشرف للكرة المصرية. ما بتكلمش عن نتائج وما بتكلمش على بطولات، بتكلم على النموذج المشرف. وبالفعل احنا خرجنا من البطولة لكن البطولة لم تهتز. والاخر مباراه كانت ما شاء الله. الاوكسا برئاسه اللواء احمد ناصر بتحذو نفس الحذو بس على الصعيد الافريقي. المؤتمر برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم الحفل تكريم المتميزين في الرياضه الافريقيه 2019 والرواد، عشان نفكر الناس لا تعالى انت مش النهارده طلعت، في قبلك من السيد نصير لغايه عبد العال راشد، دول متكرمين. المجموعه 14 نجم مصري كانوا اول من احرز ميداليات اولمبيه على صعيد القاره الافريقيه. فدي حاجه جميله وسنه حميده بنمشي بيها على نهج فخامه الرئيس، عشان يا ريت مجتمعنا يبين ويظهر الايجابيات. كان المؤتمر عن مكافحه الفساد، طيب احنا مش بنقول الفساد هو اللي طاغي، لا، ده في حاجات جميله لازم نقتدي بيها. وطبعا سيدات طايره الاهلي، وبالمناسبه بين قوسين عايز احيي طايره الاهلي رجال، 100 مباراه فوز ما شاء الله، رقم ريكورد قياسي، حاجه جميله، حاجه مبهجه. بنفرح لاي انتصار، لاي انجاز، لاي نادي مصري، لاي حد بيلعب في محفل افريقي عربي قاري ورافع او بيتقال بعد اسمه مصر.
الفريق المصري كذا، او الاهلي مصر، الزمالك مصر، الترسانه مصر، الاسماعيلي مصر، اي فريق مقترن باسم الوطن ده فخر لينا واحنا وراه. انا موجوده في المجال الرياضي الافريقي من فتره طويله، اول مره اشوف التجمع الرهيب ده للاتحادات الافريقيه في مؤتمر ناجح جدا. الموضوع اللي بيناقشها المؤتمر موضوعات هايله، طبعا تكريم الفرق المصريه اللي محققه الانجازات دي حاجه كبيره. فريده عثمان اسم كبير وتاريخ كبير لمصر، فرقه النادي الاهلي طبعا ابطال افريقيا، وده حاجه مش غريبه على النادي الاهلي، هم طول عمرهم ابطال افريقيا، وتنظيم رائع ومشاركات هايله ونتائج هايله، فما نقدرش نقول غير الف مبروك للاهلي طبعا بقياده كابتن بيبو. نتائج يا رب يزيدها بتبقى كتير. هو نهج عظيم جدا بدا بسياده الرئيس، رغم المميزين في كل مجال، لان احنا محتاجين القدوه، محتاجين ندي لشبابنا للمستقبل الشكل الجيد والنموذج الجيد، سواء في البطل الرياضي، في البطل من ذوي الاحتياجات الخاصه، في المجال العام للحياه. فطبعا كان شيء كبير جدا جدا ان احنا بنشوف الابطال الرياضيين، في اهتمام كبير من الرئيس، فانا متهيألي ده دعم كبير جدا للرياضه المصريه، واعتقد ان هيشجع اولاد كتير وبنات كتير ان هم ينضموا ويكونوا بارت من ده ويكونوا موجودين. نفس النهج بينتهجه سيادة الوزير أشرف صبحي لتكريمه ومتابعته للفرق الرياضية وتقديم وتذليل كل العقبات. يعني احنا كنا في الألعاب الأفريقية في المغرب، سيادة الوزير على الرغم من مشاغله جه للفولي وشاف وشجع الولاد وشجعنا، وده كانت حاجة كبيرة جدا، لأن لما بتحس إن قيادات الدولة معاك وفي ظهرك وبتساندك، ده أكيد ليه أكبر الأثر، يخليك تقدم كل اللي جواك وكل طاقتك عشان تحقق نتائج أحسن. الجائزة دي يعني احنا عارفين المصريين هم اللي اعتلوا منصات التتويج من افريقيا من عام 1928 لغايه الستينات. طيب ما تيجي نتكلم ونقول بعد كده ايه اللي حصل. ابتدت تظهر بوادر، ابتدت تظهر رياضه المراه، ابتدت تظهر فرق، ابتدت. فاحنا قلنا ان في جائزه الرياضه الافريقيه، الاول هنكرم الرواد الاوائل من القاره كلها، نصيب مصر هيبقى كبير. وبعد كده هنكرم المجدين في عام 2019. يعني عاوز اقول حاجه سريعا ان فريق الطايره يعني النادي الاهلي يعني ده سبق قبل ما يعلن، يمكن حد سربه، انما مبروك.